اليوم يا جماعة الخير الطريق العالمية مع تشكيلة الموسم الإسبانية وممكن الفرنسية لأنه نازل كيمبيمبي الفلاش باك ونازل قالوا ميسي نازل ونيمار نازل ومبابي نازل. متحمس جدا للحلقة بتكون أسطورية يا جماعة الخير وفخمة من الآخر لأنه أول حلقة بعد ما عملنا فوت شامبيون بتشكيلة الموسم للدوري السعودي بدنا نوصل 40,000 لايك إذا حابين السلسلة تستمر واشتركوا بالقناة خلونا نوصل 5,000 اشتراك من هذا المقطع لوحده خلونا نبدأ. ومع فريق الموسم موقع يوسف ان باي عامل عروض خرافيه على اسعار الكوينز فلحق ضبط تشكيلتك يا وحش باول لاعبين. رابط موقع يوسف ان باي بالدسكربشن وكذلك كود الخصم SYR اللي بيعطيك خصم اضافي عند الشراء 6%. حسبه طبعا نزل تحدي انسيني 5-5 عم يقولوا سوبر سب الارض بيشبك مع بيل الاثنين دوري امريكي وفوق كل هذا نزلوا لكليني نفس النادي تبع بيل وسرعه 85 يعني حلو الصراحة. أنت تتذكروا كليني اللي كان عندي السنة الماضية قسما بالله كانت بطاقة جلد مش طبيعية كانت. فهي ما بعرف الصراحة هل حتكون بنفس المستوى بس ما بظن يعني بس إنه ممكن يعني. في باكج 11 لاعب زائد 81 من الدوري الإسباني بنساوي. في باكجات ترقيات دوري إسباني بس هي ما بظن الصراحة عليها الكلام. وبالإضافة لهيك كمان ممكن في باكج آيكون نعمله فإن شاء الله. وفي باكج مضمون لاعب من الدوري الأمريكي ما بعرف إذا حلو ولا لا بس يعني بنعمله بالمرة. طيب هيك خلصت التحدي وأرسل مرسيلك وعندي باكجات ترى من الأول المفروض إنه الحظ ينفجر يطلع لي لاعب فنان. يلا بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا اوي ازرق والله فكرت ايكون اول شيء ارجنتيني كام دوري قلت لي هذا الباكج الامريكي المضمون فتحته انا بالغلط والله طاقة. كم الدربل بعد راسك 91 لا والله مو المضمون بس حليوه يعني ماشي ريت 10 لاعبين زائد 82 يا جماعه ازرق يا رب يا كريم جامايكي جيكي شو ما في الا الدوري الامريكي بلاكي مين هذا طيب ايوه روبن دياز يا والله حلو جارد مورينو كلام جميل خلينا نرميه بتحدي الايكون هيك نعملنا شيء واحد تحدي الايكون باقي له تحديين واحد 85 وواحد 87 بظن نقدر نرمي روبن دياز وجارد مورينو بهذا التحدي لانه مكررين هيك رمينا روبن دياز وجارد مورينو رميناه جارد مورينو ممتاز وين الزرق يا اخي دي بروين كورتوا نحن شو عملنا باكج يا جماعه والله بتذكر كانه عملنا لنا شيء باكج ايوه ازرق يا رب يا كريم والله الحظ منفجر لا يا اخي خلاص ما في غيره هذا الحارس بيضل بيطلع لي كل شوي يا الله خلص يا الحارس خلص فهمنا انك نشبه والله لا ترى ما بتحدي الدوري الامريكي تعال والله اذا بترجع تطلع لي لتشوف رح ارمي بتحدي الدوري الامريكي يلا توكل هاي باكج مضمون ازرق من الدوري الامريكي هات نشوف اذا بيرجع بيطلع لي الحارس عن جد حازعل السيزون بركي وصلت للليفل 20 هات نشوف اوه ليك وصلت هذا يا سلام ليك الباكجات اللي طلعت لي وصلت هذا الليفل يا بتاخذ كايسيدو من الدوري الانجليزي وطاقاته حلوه استمنى 99 يعني ما بيتعب و3 3 ما بظن حاخده يا اما 15 لاعب زائد 83 والله خيار ممتاز الباكج الصراحه انا شايف ومستحيل ما يطلع لك لاعب ازرق منه يعني لو حتاخذ كايسيدو على الريت هذا افضل هات الباكج يا ولد هات اذا وصلت ليفل 20 بتاخذ دي سايه او 20 لاعب زائد 84 او اختياري ازرق زائد 90 واو اوح فتحنا باكج الازرق طيب اوكي لا تقلي الحارس يا اخي خلاص والله مو طبيعي والله العظيم ازعاج والله مين في زرق غيره اصلا عندك مختار الميدا وكارلوس فيل يا رجل اضعف واحد اصلا طلع لي من بين الكل ما في غيره عم يضل يطلع لي كل شوي ماشي بنرميه باي تحدي هيك خلصنا من باكج الايكون الزائد 90 كذلك اللي يعني بنفتحه اليوم باذن الله عندنا باكج 11 لاعب زائد 81 من الدوري الاسباني باذن الله بيطلع منه ازرق باذن الله الكريم يا رب ازرق لا كروس والله اني عرفان لسه من شوي رميته بتحدي عرفان حيرجع يطلع لي بعد ثانيتين يا ربي والله حرام بوسكيتس معه ما لا والله مو موجود بوسكيتس خمس لاعبين زائد 80 حتى هذا مو ازرق هاد تحدي رونالدينيو الاعاره وخلصناه لانه بيعطينا خبره مشان ناخذ الباكج الازرق المضمون 1250 خبره فبيفرق بزياده المفروض والله محتاجه اللي عندي خلصت مبارياته حلو طيب حاليا كم صرنا حاليا صرنا ليفل 17 يعني باقي لي 10000 اكس بي مشان اخذ الباكج كمان عملنا هذا التحدي تقريبا اعطانا 1500 خبره شيء مثل هيك وكمان لاعبين من الدوري الاسباني فحلو وكمان المنافسات الكبرى بتعطي خبره فكمان تعتبر حلوه هيك خلصنا مهام كتيرة وصار عندي باكجات والدلع اليوم بسم الله الحظ بالتوتس ما انفجر الا بالحمر لا يا رجل شو اللون يلا يا رب باكج رير ميجا
الزرق يا شباب ارجوكم الزرق. هذا باكج من الدوري الاسباني فقط، ثلاثة منهم عميل معه. والله هذا في نسبة ازرق وبيتكرر لا نهائي هذا تقريبا. والله هذا حلو والله. يو هذا بيطلع منه زرق كتير يا رجل. ثلاثة عميل معه دوري اسباني. يا الهي برشلونة صح؟ ووك اوت ووك اوت هاري كين. لا والله فكرته ووك اوت. في باكج ابو 15 لاعب نفتحه يا جماعة، شو رأيكم؟ وبعدها باكج الايكون. والكر ان شاء الله يا رب يطلع لي ازرق، يا رب يطلع لي ازرق. هذا 15 لاعب زائد 83، يعني احتماليه الازرق فيه تقريبا 70% بظن. فان شاء الله يطلع لي لاعب ازرق هيك ويكون من الدوري الاسباني. بسم الله بسم الله. حلو ازرق حلو ممتاز يا رب من الدوري الاسباني. اسباني سي ام بيدري ولدنا. يا الله يا الله. ها لو بيدري بس، هذاك سعره كثير غالي كان. ونفس الشيء اسباني وسي ام ومن الدوري الاسباني كلهم. بس والله هذا طاقته حلوه يا جماعه، 87 سرعه والدفاع والفيزيكال عالي والدربل والباصات. والله هذا بظن انه مو سيء. اه لو جاني البيدري بس والله كان بيكون ممتاز. يلا 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 هات نشوف. اكانتي وفيراتي كمان. حلو والله حلو 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 حلو. هذا بكم طيب؟ يا 100,000 بس، بس طاقاته حلوة للأمانة. لا هذول مكررين. رمينا المكررين بتحدي جورجيو كليني اللي بودي جربه السنة الماضية لأنه كان عندي وكان كتير فتاك. بس بطاقة كليني حلوة والله، والله بطاقته حلوة حلوة بطاقته كليني. الدفاع والفيزيكال طرب والكمبوجر والرياكشن 99. جينا الآن للكلام المهم، باكج الآيكون زائد 90، بنعمله طاقات، ما رح نعمله أعلام عشان ما ناخذ فترة طويلة لأنه المرة الماضية عملنا أعلام ف المرة بنعمل نظام طاقات. الله بسم الله. اي صورة الظاهر رونالدو جاهزة مع باكج الايكون اللي ممكن يطلع لك برايم او فريق السنة او الفوت بيرثي او اللي هو تروفي تايتنز اللي فيهم الظاهرة حتى 97. فان شاء الله يعني ويلا نفتح الباكج. بسم الله يا رب يا كريم يا رب بليز مان. والله شكله قوي يا جماعة. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا كريم انك ايكون هيك اسطورة. وين الاحتفالات وكذا؟ بلش يطلع صوت. في صوت النيران انتو سمعتوا؟ طيب بسم الله هات نشوف. يا رب يا كريم يا رب لا تكون حارس ارجوك لا تكون حارس. الحمد لله يا رب محارس. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله اهم شيء محارس. بسم الله خلينا نشوف الطاقات من الفيزيكال. اوه يا عمي 86 الفيزيكال. اوه يا عمي 94 الدفاع. والله جميل والله. ممكن خلت يا جماعه. والله شكله خلت والله. لا يا الدربلينج. اوه ماي جاد. مدافع مدافع يا شباب. الباصات 65. لا يا اخي ما كان بدي مدافع بس يلا ممكن اذا مالديني يعني او شيء قوي انا ما عندي مانع. يا رب السرعه هي اللي راح تحكم يا جماعه. اذا اللاعب سريع فهو قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لو حتى مو فريق السنه ليك طلع لي البرايم لك يقطع ام الحظ لك يا اخ اخ. بس اسوأ مدافع ايطالي ممكن يجيك باللعبه بالحقيقه. مو اللاعب اسطوري بس شو بيهمني انا راح العب فيه باللعبه. يا الله شو سيء. يا الله يا حبيبي يا خساره الريتات والله يا خساره الريتات. طبعا حان الان يعني وقت انه نظبط الخطه. طلعت تشتيجن اصلا من الحمر فما بعرف ليش حاطط الاعاره للان. عندي يا احمر وازرق يعني اختار اللي بدك اياه. بدك تختار ازرق اختار، بدك احمر اللي بيناسبك. وعندي هاد اعاره 90 مباراه تقريبا وفي كليني وفي جارث بيل وعنا ليفاندوسكي وممكن انه نجيب والله ماني عارفان لسه مين بدي يجيب الصراحه. بس معنا كوينز كتير. الظاهره بيريح تقريبا شويه مشان ما نروح مبارياته كامله. بيدري عم يقولوا 5 5 وحركات. شوفوا بيدري 5 5 يمين يسار شغال والدربلينج اسطوري. الفيزيكال والدفاع حلو والفينش حلو. مليون ونص يعني مقدور عليه. في الماد عم يمدحوا فيه. والله حلوه طاقاته الولد ها. وخمسه مهاره حلو. اي والله المادة المادة والله والله طاقات والله. 99 اجيلتي وبالانس صح. الرياكشن شوي مضروب بس بنزوده عادي يعني. لانه هذا ما له محول ال دبليو لسه. صح صح ماشي ماشي. بنجيب المادة 146,000 وربي ممتاز. وبيشبك مع بيلو وبيشبك مع كليني كمان بنفس الوقت فهذا شيء حلو بحد ذاته. مشكلة الماني مختار والله حلو والله ممتاز. اذا بنجيب مختار بيشبك مع جوريتسكا يا عيني يا عيني. وبنحط مدرب جنسيته اسباني بيشبك لبيدري. معناتها فاران لازم نستغني عنه لانه الوحيد من الدوري الانجليزي فبالمره مو مساعد فاران. من الدوري الاسباني او من الدوري الامريكي. والدوري الامريكي صراحة اكيد ما في حدا فممكن كوندي الاحمر او كوندي الازرق. يا الله بيرفكتو هذا. قبل ما نكمل الخطه كمان بنفتح شويه باكجات لانه ممكن انه يطلع لك شيء ازرق. في باكج بنزلي
20 او 10 كوينز وفي باكج 15000، يعني في باكجات شويه ممكن انه يطلع لك من الزر. ترى هذا بيعطيك اختياريين من الدوري الاسباني فيعتبر بحد ذاته حلو. هات نشوف، ممكن يطلع لي بيدري الاختياري، ممكن شيء عادي عادي. مو هو الباكج طبعا مو هون، الباكج بالاختيارات اللي جوا، فاذا بيطلع لك من هون شيء ممتاز فبينزل معك اساسي بكل اختصار. بالدي حلو حلو والله، ممتاز ممتاز. أليخاندرو بالدي، يا رب واحد عليه الكلام يا رب. هذا طلع لي، ما طلع لي هذا، هو طلع لي بدل فكرته بيدري اصلا. طيب نجرب باكج 10 كوينز، تخيل من هذا الباكج يطلع لك ازرق. حلو والله شكله ووك اوت ولا الدبليو انسيني، هذا موجود موجود ازرق بس تحدي حرام. لسه في باكج 100000 بينباع، في باكجات رير جولد، في باكجات رير ميجا، يعني مستحيل ما يطلع لي شيء ازرق هيك من الدوري الاسباني بس هيك يعني ينزل اساسي يا اخي، بس هيك واحد ازرق اساسي. هذا كل اللي انا طالبه منكم يا اي اليوم. يلا يا رب، يلا يا رب. ووك اوت ولا لا؟ ارجنتيني كام؟ مو ووك اوت اكيد. كذلك بظن في باكج يعني ابو 100000، يعني اعاره شوف كوندي او بيدري حكون جدا راضي انا الصراحه، هيك يطلعوا لي اعاره ابو 10 مباريات ولا شيء، على الاقل جرب اللعبه اذا عجبني بشتري، مشان ما لانه اذا اشتريته بدي ارجع بيه اخسر مليون بالميه اخسر فيه، فهيك افضل. يا رب يا كريم. ووك اوت، مين هاد؟ باريخو ليه ما نزل له ازرق يا شباب؟ انا باكجات اختياري ممكن طلع لاعبين زرق، بنعملها مثل نظام نشوف اللاعبين، فممكن انه يطلع لي بيدري او كوندي، واحد من الاثنين، واحد من الاثنين ارجوكم يا اي. طيب يلا بسم الله، اول لاعب وبعدين معك. خلاص ازعجتني والله. طيب بسم الله، ثاني لاعب لورنتي. او ماي جاد اوكي والله ممتاز، والله ممتاز لورنتي يا اخي، هذا بيلعب ظهير ممتاز يا عيني يا شيخ يا عيني، وهذا اكيد 100 مليون بالمية بتقدر تلعبه ار بي او سي ام حتى، ممتاز والله. تعال يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. وكاوت برازيلي جي كي اليسون، كان ازرق يا اخي اليسون ولا لا؟ ما كان ازرق اليسون في ليفربول اصلا ما. اوكي يلا يا هو، يلا يا هو، اخيرا ازرق يا هو. يلا مين هاد؟ فريرا يا جماعه الخير. طيب لما بيجي ازرق يعني لازم لازم الدوري الاسباني يا اخي، مو من الدوري الامريكي. عملت تحدي ولدنا الشجره لوك ديونغ، ولدنا السابق اللي للاسف استغنوا عنه والا كان فادنا ضد اليونايتد وضد كثير فرق. يا تشافي استغنيت عنه، عيب عليك. يلا يا ويلكم يا ولدنا يا الشجره، والله ايام ايام يا جماعه والله اللاعب، والله ايام. اي طاقاته الداخليه صح انه تقيل وكذا بس يعني ممكن ينفعني بموضوع الراسيات. يلا يا رب، يلا يا رب زر. ايوه 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 الحمد لله، هذا بينباع يا رب. المادا 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 المادا، الحمد لله يا رب. لكو هذا البكج بينباع كمان يا عمري. يا الالمادا ويلكم يا الالمادا، والله هذا باكج اسطوري الحمد لله يا رب. ويلكم يا الالمادا، ويلكم. تعال المادا، انا اوريدي اشتريته وبقدر اني اخلي هاي النسخه عندي وبيع اي وحده يعني عادي، فوالله ممتاز. يلا بسم الله، خلص اخر باكج وبعدها والله ازرق الحمد لله يا رب. بسم الله اسباني يرحم ابوك بيدري. بيدري جابري فيجا، تمنيت يا اخي بيدري هيك يجيني، بس والله والله الحظ ممتاز يا جماعه. اللي بيعرف عدد الازرق اللي طلعوا لي بهذا المقطع يكتب تحت بالتعليقات، والتعليق الصحيح له قلب، وكمان اذا انت مستمتع بالمقطع حط لايك واشترك بالقناه لاني جدا مستمتع انا للان. حاليا حان وقت انه نضبط الخطه بالكامل، بنجيب اللي هو مختار، طلع لي انا المادا وحتى اللي طلع لي بينباع وانا اشتريته من شوي، فبقدر اني بس خلص ارجع به هي النسخه، ف يعني ممتاز بشكل عام. وحنجيب اللي هو مختار، هذا اللاعب غالي بس انه بيشبك وطاقته اسطوريه صراحه. ويلكم يا الكوندي، الان اشترينا كوندي بنجاح، فإنا بيدري، بيدري اللي جدا غالي بالمناسبه بس والله بيستاهل، طاقاته طاقاته مغريه بزياده، بس ان شاء الله بالملعب يكون مثل الطاقات. بنقول الان ويلكم يا ولدنا البيدري، 95 ريتنج مع انه غاب بكثير اجزاء من الموسم والا كانوا يمكن عطوه ريتنج لسه اعلى، بقينا بس مختار اخر لاعب وستوري يا ستار. يلا يا المختار، ويلكم يا المختار، ويلكم. المادة بنعطيه بطاقة اللي هي بطاقة مايسترو، عينكم على طاقاته مع بطاقة المايسترو كيف بتصير، بتزود الرياكشن 4 يا جماعة، هو طبعا اخذ حبتين تناغم بس، وبتزود الفريكك وبتزود الشوت باور، وكذلك بيدري اعطيته بطاقة جلادياتور، البطاقة هي يا جماعة بتسوي له الفينش 99 وبتزوده دفاعيا بطريقة بنت لذينة، فطاقاته كلها اسطوريه حرفيا. هيك قدرنا نعطي تناغم كامل لجارث بيل وللدفاع تقريبا كلهم كاملين، بيدري اخذ تناغم كامل، الهجوم كلهم اخذين تناغم كامل، حتى المادا قدرت اعطيه تناغم كامل فصار الرياكشن عنده 90. يا اني متحمس اني اجربهم، وليفاندوسكي طبعا اكيد الكل منار ايه وين بطاقه تناغم، حنعطيه انجن وبيصير اسطوري لانه التزيد عنده كل شيء 99 بالاختصار وبالمختصر، ما له محتاج تزوده بالتزيد حرفيا يعني شو بدك تزوده كله 99. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جدا هنا ونتمنى بأن
ستكون مباراة رائعة كذلك. أنا فارس عوض من كابينة التعليق وموعدنا. طيب هاي تشكيلته بسم الله. يلا يلا هيا بنا هيا بنا يا شباب هيا بنا نجرب اللاعبين. أوه لو 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 يا حرام عليك يا شتيغن يا عمري يا عمري يا غوريتسكا 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 قطعها وسجل الوحش غوريتسكا. طيب نجرب كليني يلا كليني بسرعة كليني جيبه كليني جيبه والله عيب عليك الكليني وين السرعة يا هو دفاع متخاذلين يا جماعة شو اللي جولين أول 10 دقايق يلا يا ليفا أثق بالليفا أثق بالليفاندوسكي ليفاندوسكي ليفاندوسكي ليفا والله حلوة يا عيني يا عيني الليفا 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 ورجيني إنهاءك الليفا يقطع شكله يخرب بيت الحطة شفتوه أنا فكرت رايحة برا لقيت الحارس ما تحرك أصلا واو يا الإنهاء واو يا ولدنا الليفا يا ليفا يا ليفا يا وحش يلا يا الحارث حارث بلال او ماي جاد او ماي هذا اللي بيقول لك الظهير الطائر قسما بالله هدف اسطوري هذا ظهير عم يلعب جارث بيلو هيك يا وحش يا حارث بلال يا وحش ايوه لا كوندي 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 او ماي او واو واو الله 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 يا عليك يا كوندي الله يلا يلا يا المختار يلا المختار شد يا المختار روح يا مختار روح يلا الليفا يلا الليفا يا ولدنا يا ولدنا يا ولدنا يا ولدنا الرابع يا وحش انهاء ليفاندوسكي غير طبيعي يا جماعه من جد انهاءه قوي بزياده او ما في تسلل ما في تسلل لا 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 الله يا تير شتيغن يا وحش حسبي الله ونعم الوكيل بس يلا يا بيدري يلا يا بيدري اعطيني الباص السحري يا بيدري يلا يا سلام يا بيدري هي الباصات اللي عم دور عليها من اول يا بيدري روح الليفا روح الليفا بعطيك رفعه يلا يا ليفا يا سلام يا بابا بابا قسما بالله ليفاندوسكي فنان والله مش طبيعي يا رجل قديش قوي عيني يا ليفا يا عيني يا المادة يلا يا بيل 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 قسما بالله مش طبيعي بيل جارث مش طبيعي ظهير ظهير وسجل هدفين ظهير ظهير يا جماعة الخير والله عم يلعب ظهير بالتشكيلة مش طبيعي هالجارث بيل والله يلا يا ليفا يلا يا ليفا يلا يا ليفا يلا يا ليفا 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 مختار مختار او ماي جاد حرام عليك يا ليفا جي جي ليفاندوسكي هاتريك والله مش طبيعي